السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم باللقاء الثالث لبرنامج احذروا الفساد الإعلامي. سولفنا باللقاء السابق عن حرمة اتباع وتقليد الكافر في كل ما يخالف تعاليم الشريعة، وطرح أحدكم سؤال وواعدنا نجاوب عليه اليوم، فيا ريت تعيد السؤال. ست، أنا لما أتابعهم ما عندي نية أتولاهم لأني ما أتبعهم وما أقلتهم، فشعلي بهم، فأني ما لي علاقة بهم. احنا ذكرنا بأن التولي بمعنى الاتباع والتقليد، ولكن قولك بأنك لما تتابعهم بالإعلام وبغيره ما تتبعهم وما تقلدهم، فهذا بالحقيقة غير صحيح، لأن شفنا بعيوننا اتباعكم وتقليدكم إلهم بدليل التشبه بثيابهم حتى لو كانت ممزقة أو رثة بحجة الموضة، وتقليدهم بقصة شعرهم وبلون صبغ شعرهم بالرغم من أن الألوان نشاز ومقززة مثل لون بنفسجي ووردي، ومنهم من قلد بثقب أذني بعد بعدة ثقوب، قلدهم بميوعتهم باستهتارهم. فعلى فرض أن بعض هذه الأمور لا إشكال فيها، ولكن ما دامت تطبق من باب التشبه بالكفار، وكان التشبه مظهرا من مظاهر التخلي عن الدين والانسلاخ عن الهوية، فهنا يكون هذا التشبه بالحقيقة محرم. وهناك اللي صار يتبنى أفكارهم كفكرة الإلحاد والشذوذ الجنسي ورفض الزواج والحرية المنفلتة وغيرها، بل نجد البعض لا يرغب إلا بشراء الأشياء اللي تحمل صورهم وعلاماتهم لدرجة الهوس. إذا الإسلام ما يجوز إلا نقلدهم ونتشبه بيهم، لعد المن نقلد بمن نتشبه؟ فمن حقنا نقلد لو حتى التقليد حرام؟ ترى الإسلام ما يحرم التقليد، فكل إنسان تميل نفسه إلى التقليد، ولكن السؤال المهم هو هل من العقل أن أقلد بشكل عشوائي وأقلد كل ما يهوى قلبي ويختار مزاجي وتريد شهواتي، أم لازم أن أترك كل هذه الأمور وأحكم عقلي جيدا وأتأكد من كون الشخص اللي أريد أقلده بأقوالي بأفعالي بسلوكي وأخلاقي بطريقة أفكاري، هل هو عالم أم جاهل؟ هل هو صادق أم كاذب؟ هل هو عادل أم ظالم؟ هل يريد لي الخير أم الشر؟ هل يريدني أتبع الحق أم الباطل؟ لأن أكو هواية ترى اللي يدعي الواحد منهم بأنه يريد لنا الخير، ولكن بالحقيقة يريد الخير لنفسه وما يهم مصير الآخرين. فهل التقليد إلى راح يوصلني للسعادة الأبدية في جنات النعيم لو راح يوصلني للشقاء الأبدي في نار الآخرة والعياذ بالله؟ فإحنا لازم نحكم عقلنا لما نريد نقلد ونتبع بأن نختار الشخص المناسب. أسألكم سؤال، لو مرضت مرضا خطيرا لا قدر الله، فهل يصح أن تسأل الحداد أو النجار أو المهندس وتقلد بأقواله؟ لا طبعا، لابد أن أذهب للطبيب وأسأله عن علتي وطريقة العلاج. أحسنتم، ولكن ليش تذهب أنت للطبيب دون الحداد أو النجار أو غيرهم؟ لأن لازم أروح للمتخصص، والطبيب متخصص بمعالجة الأبدان، ولكن الحداد متخصص بالحدادة والنجار بصناعة الأخشاب. أحسنتم، ولكن ماذا لو احترت في كون العمل اللي تريد تسويه هل هو حق أم باطل؟ هل هو خير أم شر؟ فمن هو المتخصص اللي لازم نرجع له ونقلده؟ نرجع لعلماء الدين المتخصصين بأحكام الشريعة ونقلدهم. لا، بل نرجع لمحمد وآل محمد. الكلام صحيح، لأن بالأصل لازم نقلد أفضل الخلق عند الله تعالى وأكثرهم طهارة وعدالة وخلق وإنسانية، وهم محمد وآل محمد عليهم السلام. لذا لازم نقلدهم بأقوالهم وأفعالهم وسلوكهم وطريقة تفكيرهم وأخلاقهم. انتبهوا ماذا قال الإمام علي عليه السلام: انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم، السمت هو الطريق الواضح، واتبعوا أثرهم فلا يخرجوكم من هدى ولا يعيدكم في ردى، فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. ولكن حتى نقلدهم هذا يستلزم من عندنا بأن نكون متخصصين بالحقيقة بالقرآن الكريم، ويكون عندنا علم واطلاع خاص بآلاف الروايات المروية عن محمد وآل محمد عليهم السلام. وهذا يحتاج أن يدرس الشخص ويتفرغ لعدة سنين قد تتجاوز 30 أو 40 سنة، وهذا مو سهل علينا. لذا أفضل حال بأن نرجع لرجال الدين العدول المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وهم راح ينطون الحكم الشرعي بشكل جيد.
جاهز. ولذا فطريق تقليدنا لأهل البيت عليهم السلام يكون بتقليد أحد مراجع الدين العدول، بأن نسأله أو نقرأ رسالة العملية في بيان الأحكام الشرعية. ولكن أسألكم، هل نرجع للعلماء في أمور العبادة والطهارة فقط أم في كل شؤون حياتنا؟ في العبادات كالصلاة. لا، فأبي يسأل رجال الدين حتى عن تجارته. انتبهوا علي، إن الدين الإسلامي هو مو بس عبادة تتوقعون يتمثل بأداء الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، لا، بل هو دين معاملة، هو صدق وأمانة وعطف وتسامح وإتقان عمل وحسن جوار وحسن خلق وتدبر وإمعان عقل. الدين الإسلامي هو منهج الحياة، هو نظام متكامل يتكفل بتنظيم أمور الناس في معاشهم، في معادهم، في دنياهم، في آخرتهم، في ترتيب علاقاتهم الإنسان مع ربه ومع بقية الناس وبقية المخلوقات في كل نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. لذا يمكننا أن نسألهم عن كل حكم يتعلق بالعبادات وفي المعاملات المتنوعة. ولكن ليش نرجع لعلماء الدين؟ خوب عندنا عقول نرجع لها ونقدر نميز بيها بين الخير والشر وبين الحق والباطل، وبالتالي راح نتبع الأول ونترك الثاني. قبل شوي سألتكم عن سبب رجوع المريض للطبيب فقلتم لأنه متخصص، وهذه الحقيقة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: يا عباد الله، أنتم كالمرضى والله رب العالمين كالطبيب، فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب ويدبره، لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه، ألا فسلموا لله أمره تكونوا من الفائزين. فليش لما وصل الأمر للتمييز بين الحق والباطل في كل مجالات حياتنا اكتفيتوا بالرجوع لعقولكم دون الرجوع للمتخصص؟ لأن عقلي يقدر يميز بين الحق عن الباطل. أسألكم سؤال، أيهما أكثر على تمييز الحق من الباطل، عقل الإنسان أم خالق العقل؟ طبعا خالق العقل، ولكن عقل الإنسان هم مين يعرف يميز بينهن؟ نعم، فإنه يمكن للعقلاء بما هم عقلاء أن يحكموا على بعض الأفعال بأنها حسنة يجب أن تعمل كالعادل، وأنها قبيحة يجب أن تترك كالظلم، ولكن العقل لوحده قاصر عن إدراك العلل الواقعية للأشياء والإحاطة بكل تفاصيلها وجزئياتها إلا خالق الأشياء. فهل يدرك العقل بأن الصلاة ضرورية لحد الوجوب، وأن صلاة الصبح لازم تكون ركعتين والظهر أربع، وأن الصوم واجب ضروري وواجب أن يكون ذات بشهر رمضان مو بغيره، وهكذا هل يدرك العقل وحده تفاصيل العبادات والمعاملات أو يعرف تفاصيل كل الحقوق حتى حقوق الجوارح؟ وحتى لو عرف أن بعض الأحكام حسنة وأخرى قبيحة، ولكن هل يعرف أنها حسنة على نحو الوجوب أو إلا الاستحباب أو الإباحة، أو أنها قبيحة على نحو الكراهة أو على نحو الحرمة؟ بالتأكيد العقل وحده بدون الرجوع للأحكام الشرعية قاصر عن ذلك، بدليل أنكم ترون أن القوانين الوضعية فيها قوانين شجعت النساء على التعري على عقد علاقات غير شرعية، وأجاز شرب الخمر، وبالسنوات الأخيرة وصل بهم الأمر بالحث على أن يغير الإنسان جنسه بحجة الجندرية، وشجعت على الشذوذ الجنسي اللي حتى الحيوانات تنزهت عنه رغم أنها بلا عقل. بعبارة أخرى، العقل السليم صحيح يريد أن يتبع الحق ويترك الباطل، ولكن هل الحق والباطل دائما واضح للجميع؟ أليس في بعض الأحيان نجد أن الحق قد ألبس ثوب الباطل والباطل قد ألبس ثوب الحق، وتصير شبهات عند الناس، وبسبب هذا الاشتباه بعض الناس تترك الحق وتتبع الباطل، وصار عندها المنكر معروف والمعروف منكر، مثل ما نشوف الآونة الأخيرة. مثال ذلك ما نراه ونسمعه في وسائل الإعلام بأن التعري والزنا وشرب الخمر وتعاطي المخدرات وغيرها لا إشكال فيها لكونها من الحرية الشخصية. لذا صار الصغار والكبار لما تعاتبه يقول لك مباشرة: يا بهاي حرية شخصية. إذن كيف أعرف أنه ما أقوم به من عمل هو حق أم باطل؟ بنعرض عملي على قوانين الله تعالى، فهو الميزان اللي ميزنا بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر. فإذا كانت مطابقة لتعاليم الشريعة فهي الحق والخير، وأما إذا كانت مخالفة للشريعة فهي الباطل والشر. وقوانين الله تعالى اللي نسميها بالشريعة الإسلامية نقدر ناخذها بالرجوع لمراجع الدين العدول، أي تقليدهم بما توصلوا له من نتيجة لكونهم مطلعون على القرآن، على روايات أهل البيت عليهم السلام، ومتخصصون في علم الشريعة.
وهذا أمر من إمام زماننا وقائدنا الحالي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، حيث ورد في التوقيع بخطه الشريف قائلا: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. ولكن لا أعتقد أن تقليدي للمغني رح يأثر على سلوكي وأخلاقي وديني وعلى هويتي الإسلامية. رح نجاوب على سؤالكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله وحفظه.